سهام حلمي من مواليد مدينه الناظور، خريجه المعهد العالي فنون جميله بمدينه تطوان، فنانه مصممه، وحاليا كنشتغل كاستاذه ديال الفنون التطبيقيه. الوغ كوني خريجه ديال معهد الفنون الجميله كيكون عندك بيان سور اضافه الى العمل ديالك اللي هو رسمي كاستاذه بيداغوجيه كتعطي هذا دروس في الفن، فكنأطر ورشات للفنون التشكيليه. من بين هذه الورشات كاين ورشه ديال كليه تبع جامعه محمد الاول بمدينه وجده، هما حاضرين معايا اليوم الطلبه هنايا ديال الورشات دي بي على اساس انهم يتعرفوا على المعرض ويزوروه، ومن طول تحت مزيان المصادفه انه كاين استاذ حسن بالعربي اليوم اللي قدم كتاب ديالو، وكان غلاف كتاب ديالو لوحه من لوحات ديالي. دونك هنايا بغيت ندوز للشباب ديالنا انه الهوايه ماشي مجرد هوايه كتبقى في الدفتر ديالو ولا في سكيتش بوك ديالو، وانما تقدر تولي مشروع استثمار ويقدر يشتغل به كعمل فني مستقل إضافة إلى المسار الدراسي ديالو. هما الشباب المغربي ولا الطالب المغربي كينقسم لجوج ديال الأقسام، كاين اللي فعلا كيبغي يهتم بالهوايات ديالو ويخرجها ويخليها على لي ريزو سوسيو ولا الانستغرام حاليا وهذا ويبينها للناس، وكاين اللي كيخبحها عنده، وكاين هذه الفئه بكثره انه يكون عندك هوايه وكتمتازي بها وكتميزي بها ولكن مخبيه عندك ما كيعرفوهاش الناس. فاحنا بغينا نحاربوا هذه الظاهره هذه، بالعكس الفن زوين وعلاش ما يكونش البديل اجمل منه. دونك البديل هو انه نخرجوا الجمال الناس يشوفوه. دونك اليوم باش يعملوا لي ريزو سوسيو بحوايج عاديين ولا تافهين علاش ما يكونوش باعمال فنيه تستاهل انها تبان. نعم فهذا الاطار هذا. الحقيقة أنا هاد لا فيزيبيليتي شفتها من خلال سي سي ام او المجلس الجالية، لأن لفت أنه كل مرة كيكون في شي تظاهرة فكيبرز لنا مغاربة العالم اللي ما كنعرفوهمش حنايا في المغرب، كيبرز لنا من خلاله كل مرة شي واحد إما في التشكيل وإما في الخط العربي وإما في بزاف ديال لي دومين فنية ثقافية. فبالعكس خص الواحد غير شوية ديال المثابرة وشوية ديال التشجيع، وغادي تكون تقدر تكون فرصه تعمل الجميع، ما تبقاش استثنائيه ولا مميزه كتهتم غير بفئه معينه. نعم. من ناحيه واش فريمون كتعطى له فرص، الفرص ديالو ضئيله جدا كيف كنشوفها انا، قليله خص شويه مجهود اكثر، مي احسن من اللي كان. كيف ما كان الحال كيحسن من اللي كان، لان دابا كيكونوا تظاهرات اكثر في مناسبه انه يظهر واحد جوج، مي قبلها ما كانوش كيبانوا.